هنبدأ نعمل أوتلاين خفيف للبق بالداستي روز أو بني أو أي درجة تبان على الورقة وما تكونش تقيلة عشان ما تعلمش في الورقة. مش مهم خالص ان الخطوط اللي بنرسمها دي تطلع زي الصورة بالظبط من اول مرة، لان طول ما احنا بنرسم بنقارن بعنينا اللي احنا بنرسمه بالصورة اللي معانا، ولو في اختلاف بنحاول نظبطه واحنا بنرسم. او ممكن بعد ما نخلص الرسمة خالص نبدأ نقارن برضو كل جزء فيها بالصورة اللي معانا ونظبطه. في ناس كتير قوي عندهم موهبة الرسم بس ما بيعرفوش يطلعوا الشبه مظبوط. الفكرة كلها ان انت تدرب عينك قبل ايدك، عينك لازم تبص كويس وتشوف الاختلافات وتشوف المقاسات والنسب، دي اهم من انت بس ترسم على طول من غير ما تبص. بننزل خط مستقيم من بداية النني من جوه لغاية تحت، وبرضو من النني التاني من جوه لغاية تحت، وده غالبا بيبقى آخر البق يمين وشمال. بعد ما عملت الاوتلاين هبدأ احدد بقلم غامق والون. Thank you.
لو أول مرة تشوف فيديوهاتي وعجبك الشرح اعمل لايك وسبسكرايب عشان الفيديو الجاي هيكون آخر فيديو هنكمل فيه باقي الوش مع بعض.